مش هيبقى ارتفاع درجات حراره وزحمه كمان. حر زحمه في حتت وطريق رايق في حتت تانية يعني بعض المناطق يعني. بس هو طبعا الجو حر، درجه الحراره 38 يعني. انتوا اشرتوا طبعا ونوهتوا ان احنا بنمر يعني بموجه حاره. فعلى العموم احنا هنستعرض مع حضراتكم الاول احوال المرور وبعد كده هنبص على الطقس. لو بصينا على المرور دلوقتي في مناطق مختلفه من مصر وبدانا جولتنا من القاهره تحديدا من الكورنيش، هنلاقي ان في كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. الكثافات دي بتستمر، ولو مشينا للطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده هنلاقي برضو في سيوله مروريه في طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا للقلعه. عند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش انتظمت عليه حركة المركبات وصولا للمعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات لمنطقة وسط البلد بيشهد كثافات مرورية متحركة، نفس الأمر في الاتجاه المعاكس. تعالوا دلوقتي نروح مع بعض للجيزة، هنلاقي فيه سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود شارع جامعة الدول العربية، وده بعد افتتاح التوسعة الخاصة بالشارع عقب الانتهاء من محطة مترو الأنفاق. نفس السيولة موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان، وعند شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل لمناطق الدقي. يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية ما عدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير. نروح مع بعض محافظة الإسماعيلية، هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركات المركبات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية لغاية مبنى المحافظة والجامعة. أما الطريق المتجه للإسماعيلية ففيه سيولة مرورية خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق فيه بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة. محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي إن في سيولة مرورية، كمان في بعض الكثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في بعض الكثافات المرورية ولكنها غير مؤثرة بس بتزيد مع ساعات الزراء الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. زي ما أشرنا في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية خفيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كمان في نشاط للرياح على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 38، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. معنا تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة بس بعد شوية.